السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله زخرفة بارزة على المسطح، وبنتعلم كيفية عمل شكل وردة بالشكل اللي أمامنا هذا عن طريق استخدام الزخارف. وزي ما اتعلمنا في الزخارف الهندسية أو النباتية، هنشوف طريقة عمل شكل زخرفي على الطينة بطريقة سهلة وبسيطة، ونشوف الأدوات والخامات المستخدمة إن شاء الله، ويا رب تستفيدوا من الدرس هذا بإذن الله. يلا تعالوا نشوف. بنشوف الأدوات المستخدمة في زخرفة أو زخارف بارزة على السطح أو المسطحات. أنا طبعا حسب التصميم اللي هعمله محتاج شكل مربع زي هذا، وأيضا محتاج شكل دائري زي كده، أو إنك ترسم الدائرة براحتك، ده احنا سهل على نفسنا. طيب عندنا بعد كده ضفرة خشبية بالشكل هذا، والرولة هذه اللي هي بتفرد قطعة الطين، وقطعة فلين هحتاجها معايا، ومشرط، وعندي طبعا الطينة السائلة اهي اللي هي بتكون عبارة عن طينة عادية، وبندوبها في نكون بتذويبها في الماء خلاص. هذه كده ده. وقطعة الطينة طبعا حسب اللي انت هتحتاجها، انا محتاج القطعة الصغيرة هذه، ما احتاج اكثر منها خلاص. فابدأ بقى كده افرد القطعة هذه، محتاجة تكون دائرية الشكل مثلا، فابدأ افردها كده بسمك متساوي تقريبا بالطول بالعرض كده اهو خلاص. محتاجة تكون معايا بالشكل ده. بجيب القطعة الدائرية اللي قلنا عليها اللي هي هذه اهي، عشان ابدا اقص الشكل، وابدا اضغط عليها كده خلاص. طبعا عملت معايا شكل اله، وهبدا اقصها باستخدام المشرط اهو، مش عارف اهو. خلصت انا كده، ببدأ بعد كده استخدم القطعة اللي عندي هذه، اجيبها كده اضعها فوق قطعة الفلين، بس الاول اضعها على المربع هذا قطعة الفلين اهي، وعندي المربع ده كده احاول اضبطها على المربع بالضبط بالشكل اللي امامنا هذا كده خلاص. هنشوف المربع ده كيف هنستخدمه اهو. هي عندي كده على المربع هذا، هبدأ بقى اقسمها، هعمل فيها اقطار. شوف من الزاوية هذه، هاجي كده من الزاوية الى الزاوية اهي بالشكل الامن هذا، شوفها كويس. شايفين الزاوية هذه بتاع المربع الى الزاوية هذه، يعني ده اسمه قطر كده، عشان اقسم الشكل مظبوط اضغط كده بس ضغط خفيفة. وايضا من الزاوية الثانية، من الزاوية دي الى الزاوية هذه اهي، خلاص كده. وهبدأ اقسم هذا نصفين، طبعا اقسم كل واحدة منهم نصفين حسب المربع اللي امامي اهو خلاص. وهذه ايضا نفس الكلام، خلاص انا كده هجيب شيء دائرة اصغر شوي الحجم، وهبدأ اضعه. احنا طبعا بنعمل كل هذه بنعمل زخارف على الطينة، كل هذه نعمل نضبطها طبعا في على المنتصف بالضبط عشان يكون الشكل كله واحد اهو. وابدا اضغط عليها ايضا اهو خلاص. هبدا بعد كده شايفين من عند منتصف كل واحد من دول، طبعا لو في دائره صغيره يكون افضل من اللي انا هعمله. طب انا مثلا عندي دائره صغيره زي هذه كده، هذا نضبطها كده اهو شايفين بالشكل هذا، واضغط عليها ايضا
بس انا كده محتاج بس عشان ابدا من منتصف كل واحده من هنا اهو، منتصف هنا اهو عند كل نقطه لو قسمتها كده بالنظر كده اهو. خلاص هبدا بقى اخد خط كده اهو بالمشرط كده الى هنا اهو الى الايه، اقطع كده خلاص اهو نفس الكلام من هنا الى اهو، شايفين الطريقة هذه هاي. طبعا بسرعة بقى شوية عشان ايه حطينا ما تشوف معي، وابدأ اشكلها بشكل كويس اهو. خلاص انا كده عملت الشكل بتاع هذا. طيب بعد كده من هنا على كده ابدا اقص هذه، خلاص اقص القطع هذه لان هذه شكل زخرفه كده مظبوط اهو. خلاص كده انا كده قصيتهم كلهم، فهبدا بقى اجيب كون مجهز عندي شريحه اخرى وابدا اجيبها اضع عندي شريحه مجهزه واضعها فوق الفلينه، فابدا اعملها بشكل دائري ايضا بالطينه بتاعتها اهي احنا شايفين كده اهو. انا قصيتها كده اهو، شيل الورقة هذه. اصبح عندي ايضا شكل دائري هنا كده. هبدأ بقى اجيب الوردة اللي في المنتصف الاول، خلاص اظبط كده بس الشكل بتاعي. وده طبعا هشيل الشكل هذا واضعه هنا، ابدأ اعمل عشان اضع تمثائل عليها خلاص، واجيب الثلاث سائلة بتاعتي اهي اقلبها كويس قبل ما اضع عشان يكون لها سمك والتخانة اهو. هبدا اشيل الشكل بتاع هذا بقى، خلاص انا قصيته طبعا كل هذا احتاجه، هذا الباقي ده كله احتاجه خلاص. فناخد كده الشكل بتاعنا بس اللي هي هذه الوردة، نظبطها بقى كده بره قبل ما قبل ما نثبتها اهو. نظبط اطرافها بس كده اهم شيء، وبعد كده نضعها في المنتصف. ممكن طبعا قبل ما نثبتها خلاص نشوف ال نفصلها كده، شايفين بالشكل هذا عشان تظبط معانا الشكل اللي الوردة اللي احنا عايزينها اهو. خلاص فنمسك كل واحدة كده ونحاول نخليها من تحت، شايفين هنا نظبطها كده اهو
أبدأ أضعها هنا في المنتصف، أظبطها في المنتصف بالضبط عشان الشكل بتاعي يظبط معايا. ممكن أضغط عليها من المنتصف من هنا، طبعا عشان الأطراف دي اللي تكون بارزة كده. هاي بس عند بعض عشان يظبطوا معايا في الارتفاع. شايفين كده الشكل بقى بارز وجميل. نبدأ بعد كده بقى نجيب القطعة الثانية اهي، كل واحدة من دول هنمسكها كده اهي نظبطها وهنبدأ نعملها بالشكل هذا. خلاص، ونبدأ نثبتها فين؟ في المكان بتاع اللي هو من هنا كده. خلاص، طبعا هنا هنحتاج بقى ان احنا عند كل جزء من هنا نعمل مجموعة كده بس. خلاص اهو، عند كل جزء فقط اللي احنا هنثبت عنده. خلاص، عشان نظبط الشكل معانا، ونقطع طبعا فيها طينة سائلة. طبعا يعني كل ما يكون سريع يكون افضل، لان الطينة ممكن تتشقق مني وتخرب. خلاص، ابدأ اثبتها فين؟ بين الايه، واضغط عليها ايضا من هنا كده. خلاص، الثانية نفس الطريقة اهو، من ايه؟ من المنتصف من هنا كده اهو، نظبط الأطراف. خلاص، الطينة السائلة أيضا. أثبتها طبعا تحت الضغط عليها كده. خلاص، هنا أيضا هذه الزوائد هذه كده نظبطها. ببدأ اثنين نصفين كده اهو اهو. شايفين كده الشكل اهو؟ طبعا نفس الطريقة ونفس النمط بنكمل الأشكال الباقية. ان الشكل كده بيظهر، بيكون شكله عامل ازاي. طبعا في المنتصف هنا في الورد هنظبطها ايضا، ما هنتركها كده. اهو، شفنا الطريقة سهلة وبسيطة جدا في التشكيل هذا.
أخيرة. شايفين الشكل هذا سهل جدا وبسيط، اظن كلنا نقدر نسويه. طيب هنا بقى في المنتصف عايزين نضع شيء، او ممكن احنا نستغلها استغلال نفعي، يعني ممكن ما نتركها كده، نستعملها استغلال نفعي. اما ممكن نعملها مثلا ان هي يكون شكل لشمعة مثلا، نضع عليها شمعة او اي شيء، خلاص مثلا زي كده يكون عليها فنجان مثلا زي هذا كده، خلاص. طبعا يعني استخدامات ممكن تبقى كثيرة لها، ممكن نضعها لحاجات زي كده خلاص، لكن احنا هنفنشها في الأخير ونشوف شكلها النهائي. هبدأ أعمل لها حبل بالشكل ده كده، خلاص، وأجيب بالشكل بتاعي أهو كده خلاص، وأبدأ أعمل شكل دائري هنا كده. خلاص اوصلها قطعة مظبوطة هذه كده، اضعها هنا اظبطها ونفس الكلام بنثبتها باستخدام القناة السائلة اهو. الشكل هذا ممكن بقى في المنتصف لها، هاي لو وضعنا مثلا، لو مثلا عندنا شمعة بالشكل أو حتى بالسمك هذا، أنا ممكن أستخدمها حسب استخدامي كده أهو مثلا، خلاص. أو أنا ممكن أنهيها خالص وأعملها في الأخير شكل وردة، فقط أستكفي بأنها شكل وردة وخلاص على كده. هبدأ مثلا أجيب كور كده، كور صغيرة وأضعها هنا منتصف، كده إذا ما كنت استخدم مثلا نفع حسب، بقول لك حسب استخدامكم للشكل. طبعا حطيت هنا تاني سائلة، كان أضع نقطة ثانية أظن كلنا نقدر نسوي زي كده، سهلة وبسيطة ما فيها أي شيء صعب، خلاص. ممكن نعمل هنا خطوط، ممكن نعمل أي أشكال براحتنا، زي ما أنت عايز تزود زود، أو زي ما أنت عايز تزودي زودي أهو. الشكل اللي أمامنا بسيط إن شاء الله وسهل، كلنا نقدر نعمله خلاص. يا رب نكون استفدنا من الدرس اليوم إن شاء الله.